الصادرات المصرية بتزيد بمعدلات كبيرة قوي، خاصة في مواد البناء اللي سجلت في التسع شهور اللي فاتوا 347 مليون دولار. خلونا نشوف التقرير. البناء شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال أول تسعة أشهر من 2021، وذلك مع تنامي الطلب العالمي على المنتجات، ومن المتوقع استمرار تسجيل أداء جيد للصادرات حتى نهاية العام الجاري مع الطلب المرتفع على المنتجات العالمية. شهدت صادرات مصر من الأسمنت ارتفاعاً كبيراً لتسجل 347 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، مقابل 115 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وليصبح الأسمنت أبرز قطاعات مواد البناء المحققة لقفزة كبيرة خلال 2021. وجاء في التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء أن ساحل العاج هي الأكثر استيراداً من مصر بما قيمته 54.9 مليون دولار مقابل 47 ألف دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت ليبيا في المركز الثاني من حيث الاستيراد من مصر بما قيمته 54.1 مليون دولار أول تسعة أشهر من عام 2021. كما تأتي غانا في المرتبة الثالثة من حيث استيراد الأسمنت المصري بما قيمته 51.3 مليون دولار. وارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب بنسبة 193% لتسجل 1.311 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2021، مقابل 447 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفق تقرير الرقابة على الصادرات. وتأتي إيطاليا لتصبح الأكثر استيراداً من مصر بما قيمته 329.6 مليون دولار في أول تسعة أشهر من العام الجاري مقابل 30.13 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 994%. تلتها إسبانيا ب 305 مليون دولار مقابل 93 مليون دولار بزيادة 676%.